وصلنا لمساحتنا الطبية. اليوم رح نحكي عن مرض شائع، خلينا نقول مرض العصر. كتير بنشوف أشخاص مصابين بمرض الديسك. اليوم هذا المرض للأسف بطل يعرف عمر، وصرنا نشوفه عند فئة كتير كبيرة من الشباب. دراسات طبية كتير أثبتت أنه ممكن يكون العامل الوراثي له كتير دور مهم بهذا المرض، وطبيعة العمل أيضا إلى تأثير، إن كان بالوقفات الطويلة إن كان بالأعداد أيضا الطويلة، حمل الأوزان كمان الكتيرة ممكن تسبب هذا النوع من المرض. اليوم ضمن التطور اللي عم نعيشه أيضا القطاع الطبي حدث عليه تطورات كتير مهمة بهذا المجال، وصار في عنا شيء اسمه استئصال الديسك التنظيري. شو هو هذا الاستئصال؟ ايمت المريض بيكون بحاجة لإله؟ وشو هو رحلة العلاج بهيك أنواع من أمراض الديسك؟ معلومات كتير مهمة حيعرفنا عليها ضيفنا لليوم، وهو أخصائي الجراحة العصبية الدكتور تامر الأمير. تامر وحضرتك من أهل البيت، سعد صباحك حكيم. سعد صباحك دكتور. يعني بالبداية عم نحكي عن موضوع شائع اليوم، ممكن نشوفه بنسبة أوسع ممكن دكتور عند الشباب أكثر من كبار السن. شو السبب؟ شو العادات أو السلوكيات اليومية اللي ممكن تسبب الديسك؟ عليك الحقيقة الديسك، نبلش من الأساس اللي هو الألم الظهري أو الألم القطني. طبعاً بيقولوا بالإحصائيات أنه ما في حدا في الكرة الأرضية إلا رح يعاني من ألم ظهري بمرحلة ما من حياته، والنسب الإحصائية بتقول 90%. الحقيقة من هال 90% أقل من 5% هو بيكون عندهم شيء اسمه الديسك. الديسك هو مصطلح، إذا بدنا نجي للمصطلح الأجنبي الطبي لإله، الديسك هو التعريف الحلقة اللي فيه المتواجدة بين الفقرتين والمادة الغضروفية اللي بينهم. هذا المركب هو مركب فائق التقنية مثل ما بيقولوا. ليش؟ لأنه مهمته يعطيني الصلابة اللي بتحمل جسم الإنسان ووزن الإنسان، بنفس الوقت المرونة اللي بتميز الإنسان عن بقية الكائنات، بأنه بيمشي منتصبا وبيقدر ينحني ويغير زوايا العمود الفقري. هلأ هاي الميزات هي هون اللي بتعطينا مشكلة فيما بعد عندما يتقدم العمر، وعندما بيصير في أذية بهذا المركب. فلما بيصير في انفتاق بالحلقة وخروج لهالمادة الغضروفية، هون بيصير عنا اسمه انزلاق غضروفي. إذا بنقرأ الصور الشعاعية أحيانا، في كثير ناس بتخبرني إنه شو الانزلاق الغضروفي. انزلاق غضروفي أو فتق نواة لبية، يعني ال القسم الغضروفي اللي آخذ شكل النواة ضمن هالحلقة بيطلع من مكانه وبيخرج للقناة الشوكية اللي بمر فيها النخاع الشوكي أو الكيس السحائي والجذور العصبية اللي مسؤولة عن حركة الأطراف، سواء عم نحكي عمود رقبي أو عمود قطني، يعني فوق بالرقبة أو أسفل الظهر. هذا الانفتاق وخروج المادة الغضروفية وضغطها على الجذور العصبية نحن اللي بنسميه بالعامية أنه أنا معي مرض الديسك. وهذا لازم نحن نميزه تماما عن آلام الظهر اللي بتكون ناشئة عن تشنج العضلات، اللي بيكون ناشئة مثلا عن أزيات رضية، واحد وقع صار في وجع بظهره، نام نومي غلط صار في ألم بظهره. هذا بتميز تماما عن شيء اسمه مرض الديسك اللي بنحكي. وشيء تاني اللي كتير بتخربط الناس فيه انه هو ألم العصب الوركي أو التهاب العصب الوركي. دكتور اليوم ضمن صباحنا وضمن الفقرة بدنا نضوي أكثر على التطور بهذا النوع من الإصابات، وعم نشوف هيك شوية فيديوهات عن استئصال الديسك بالتنظير. خلينا نحكي عن هذا التطور وإيمت نحن بنلجأ لإله. أنا حقيقة لك هو العلاج الجراحي لمرض الديسك يعني بياخذ نسبة قليلة جدا جدا من المرضى اللي بيصير عندهم انفتاق. ليش؟ أول شيء عندنا نحن درجات من الانفتاق، درجة أولى ودرجة ثانية ودرجة ثالثة، وهذا الموضوع محدد للأطباء ليحددوه حسب الصفات الشعاعية والسريرية. وحتى نقول أنه هذا المريض بحاجة لعمل جراحي أولا، بدنا يكون متوافر فيه عدة شروط، أو المريض وصل لعدة نقاط معينة لحتى نقول هذا المريض استطباب للجراحة، يعني هذا المريض نحوله للجراحة. ونحن بنعرف أنه هذا الموضوع غير شعبي، يعني ما حدا بيسمع بيقول له انه نحن بدك عمل جراحي بيكون سعيد او بيكون راضي، حتى بيتخوفوا من نتائج العمليات. طبعا لانه في خوف وكثير مقولات شائعه مغلوطه حول هذا الموضوع، انه ممكن يصير شلل او شيء اذا في حال كان في جراحه. طبعا وحتى انه ما بنستفيد، او حتى جارتي عملت العمليه وما ارتاحت، وليك هذا فلان عاد العمليه وهذا عمل العمليه وما قدر يمشي. فاذا هون نحن ما بنحول المريض الا بعد ما يكون وصل لمرحله معينه. اول شيء انه ما عم يستفيد عن المسكنات،
ودائما نحن بدنا ننبه انه المسكنات خطر على الجسم وآثارها الجانبية أكبر بكثير من أي خطر العمل الجراحي. موضوع نسب بجوز نحن ما نحس فيها، بس بالطب بجمع النسب نحن المسكنات على المدى الطويل إلى آثار جانبية أكبر بكثير من أنه نتعرض لعمل جراحي. اثنين، يصير في أذية بالعصب، يعني يصير في ضعف بالعضلة، ولازم نعرف أنه أذية العصب غير عكوسة. يعني لما منصلح المشكلة أو منستأصل الديسك أو منحاول نرجع نصلح العصب، ممكن العصب ما يتحسن. فنحن هون عم ننقذ العصب، العصب اللي هو مثل شريط الكهرباء، إذا انقطع ما رح يرجع يوصل. نحن مشبهه هيك، طبعا هذا مصطلح غير طبي، بس نحن عم شبهه لحتى الناس تفهم عن شو عم نحكي. الثلاثة، في حال كان الألم شديد وعائق للعمل وما عم يستجيب لأي مسكن، يعني بالرغم أنه عم يأخذ مسكن المريض متألم بشدة، ونحن شفنا بالموجودات الشعاعية في فتق نوالب بيه شديد وضاغط على العصب، هون نحن لازم نحول المريض على الجراحة. هلأ تقنيات الجراحة عبر الزمن اتطورت. أول شيء كان عنا العمل الجراحي التقليدي، واللي بيتضمن انه حتى نجرف القطعه الغضروفيه الباقيه ضمن الحلقه، انا عرفتها بشكل تفصيلي حتى تفهم الناس الفرق بيناتهم. اثنين، نحن العمل الجراحي المجهري بيعتمد على شق صغير ودخول عبر المجهر بمساعده المجهر، ونستأصل هالقطعه الغضروفيه اللي وصلت فقط على العصب، يعني هي فعليا تحرير للعصب او ازاله الضغط عنه. طبعا والشيء الثاني هو استخدام المنظار، الدخول بالمنظار وكمان تحرير العصب وسحب القطعه مثل ما رح نشوف بالفيديو اللي عم ينعرض. واخر شيء هلا التقنيات الجديده هي استخدام انه نقدر نعطي ماده او طريقه معينه لحتى هذا الغضروف ندوبه من دون ما نستأصله، ندوبه في مكانه. هلأ هون بهي الطريقة ممكن نحقن مواد كيماوية عبر قساطر معينة، مندخل قسطرة معينة لهي المنطقة ونعطي مادة كيماوية، أو هي القسطرة بتكون هي عبارة عن حامل ضوئي لضوء الليزر، وبالتالي الليزر لما منطبقه على الغضروف نحن بنعرف أي بروتين بتعرض للحرارة، مثل ما بنتذكر بدروس الفيزياء أنه الشعر إذا عرضتيه لحرارة بينكمش، أو أي بروتين تعرضيه لحرارة مع الزمن بينكمش والحرارة العالية، بالتالي الغضروف وقت من عرضه للحرارة بتقنية الليزر كمان بينكمش. هلأ اللي أنا بدي أقوله هون كتير لازم الناس تنتبه عليه، لكل طريقة من هالطريق فوائد وآثار جانبية. يعني ما في طريقة تميز عن طريقة حسب الرغبة، ما هنن أوبشن حسب الرغبة، هنن بيرتبطوا بطبيعة الفتق النوال اللبية اللي عند المريض، بالاستطباب اللي اجى لعنا، يعني ليش بدنا نعمل لك عمليه وشو عندك؟ هي بالعامه هدول اللي بيحددوا شو التقنيه الافضل للمريض وشو هي الاخف. كثير بننسال سؤال انه انا اذا عملت هالعمليه يعني خلص برجع طبيعي، ما عاد يرجع لي مرض الديسك؟ كثير بنسالوا هذا السؤال. هلا هون لازم ننتبه لشغله، انه نحن عم نحرر العصب ما عم نعالج النسيج الغضروفي العظمي اللي صار فيه المشكلة، لأنه هذا خلص صار فيه إصابة، صار فيه تمزق. الجسم ممكن يرمم نفسه وممكن لا، وممكن مع جهد تاني تخرج قطعة تانية بنفس المكان أو بغير مكان، لأنه نحن في شيء اسمه مرض وفي شيء اسمه زمن وفي شيء اسمه آلية، نحن فقط عم نحرر العصب، أما مع الزمن ممكن هاي الآلية ترجع تتفعل من جديد ويصير الإصابة سواء بنفس المكان اللي صارت فيه الأول إصابة أو بمستويات تانية أو بجهة تانية. مشان هيك دائما نحن بنربط أنه العمل الجراحي بكل تقنياته هو حل لموضوع انضغاط العصب، في تعليمات خاصة بده ياخذ المريض بعدين لحتى يحافظ على نفسه من النكس. تمام دكتور، يعني خلال حديثك كنت عم تحكي عن العلاج بالليزر، شو افضل اليوم العلاج بالليزر ام بالتنظير؟ يعني ممكن يمشوا مع كل الحالات معينه؟ شو ممكن يحقق نتائج افضل؟ هلا الحقيقه انا قلت انه كل حاله، كل مريض هو حاله. وتقديره يعود للطبيب نفسه اللي عم يفحصه ويقرر هذا الجراح. مع التقدم بالعلم حقيقه يعني موضوع التنظير وموضوع الليزر صار بغطي نسبة كبيرة أو مساحة كبيرة من الإصابات، ممكن نعالجها عن طريق التنظير وعن طريق الليزر.
هلا التقنية التنظير تفرق عن الجراحة بعدة ميزات. أول ميزة إنه مدة العمل الجراحي أقصر. اثنين، كمية النزف المتوقعة أقل بالعمل الجراحي أثناء الجراحة. يعني نحن أثناء استخدام المنظار نحن بنوفر وقت، بنوفر كمية نزف. ثلاثة، ممكن نحن نشوف العناصر العصبية مثل ما لكم شايفين، أو إذا بدك تنعرض على الفيديو نشوفها دكتور. تنعرض العناصر العصبية والسحايا والقطع الغضروفية اللي طالعة، ممكن نحن نشوفها بشكل أدق وأوضح، وهذا بيعطي أمان أكثر للمريض. نسبة أنه المريض يرجع لحياته العادية هي أسرع. يعني بقاء المريض في المشفى بعد الجراحة ما بيتجاوز الساعات، بس تخلص من أثار التخدير ممكن يخرجه، بيمشي بنفس اليوم، بيرجع لحياته الطبيعية. نحن بنسميها النقاهة تبع المريض بعد استخدام المنظار هي أقل، ممكن يرجع خلال أسبوعين لحياته الطبيعية. هي بتفرق عن الجراحة بشكل كبير، وبتهمهم للمرضى انه نحن ما تعرضنا لاجراء راض، لاجراء مؤذي للظهر بشكل كبير اثناء الجراحة. طبعا الليزر الموضوع كمان بيختلف، بس اللي بيفرق بين الليزر والتنظير انه الليزر ممكن اذا القطعة الغضروفية بعيدة، يعني طلعت من مكانها وهاجرت او انفتقت وتحركت لمكان بعيد، ما يقدر الليزر يعالج هذا الموضوع، لأنه الحرارة ما ممكن تبقى قريبة من العصب، ممكن تأذي للعصب نفسه. بينما التنظير ممكن يساعدنا بهي الحالات ونستأصل هذا الموضوع. وبيبقى طبعا أكيد العمل الجراحي التقليدي بيبقى هو قبل الجراحات أو قبل الطرق التداخلية كلها، اللي ممكن يستخدم بأي لحظة. ممكن أثناء التنظير ما تساعدنا التقنية أنه نحل المشكلة بشكل كامل، فنكمل الموضوع بالطريقة التقليدية. طيب حكيم، خلينا نحكي عن تقنية استئصال الديسك بالتنظير. اليوم خبرنا عن الحالات اليوم اللي خضعت لهيئة التقنية، كيف كانت النتائج؟ وبعد فترة النقاهة مثل ما وصفتها حضرتك، كيف المريض يعني رضيان عن النتيجة؟ هل رجع لحياته الطبيعية بشكل كامل؟ وكان في مراجعة لحضرتك أكيد لتشوف الحالة أو تقيمها. الحقيقة لك نحن عندنا يعني الإجراء هذا طبق لمئات المرضى، وفي دراسات خاصة طلعت من مشافي الجامعة. بس نحن اللي بدي أقوله أنه التنظير بهي الطريقة أعطانا نتائج جيدة على المدى البعيد بشكل ملحوظ. وهو حقيقة حتى بالنسب الإحصائية ما فرق بالنتائج عن الجراحة، ولكن اللي فرق هو أنه الألم ما بعد الجراحة أقل، نسبة العودة إلى العمل أسرع، الاستشفاء أقل. يعني نحن ما ضروري نحط المريض بعد العملية 3 أيام بالمشفى أو يوم كامل، لا، فيه بعد 2 أو 3 ساعات يرجع على عمله. في مشكلة هون دائما أنه نحن بينقل، نحن عم نحرر العصب، ما عم نفضي الديسك نفسه الطبيعي اللي موجود في مكانه. نحن هذا ما بنستأصله، نحن عم نشيل قطعة غضروفية طلعت من مكانها، هي اللي نحن عم نسحبها ونطالع من المكان مشان ما تضل ضاغطة على العناصر العصبية. هذا بيؤدي لأنه مع الوقت أنه ممكن تطلع قطعة غضروفية تانية من نفس المكان، من الشيل بقيان جوا. أي طبعا ممكن بالجراحة نحن منشيل القطعة البقيانة جوا. هون بدي ميز لك بشغلتين. بالجراحة ممكن تخف نسب النكس، يعني أنه يرجع يطلع ديسك بهاي المنطقة بتقل، ولكن هذا إجراء راض على المنطقة بيأهب لأنه يصير في آلام أشد، ليصير انقراص بالمسافة، لأنه نحن عم نشيل هالقطع الغضروفية اللي هي إلى وظيفة معينة، اللي هي إلى وظيفة معينة تفصل بين الفقرتين. نحن عم نستأصلها بشكل كامل، وعم نترك كل الضغط على العناصر العظمية والأربطة من دون ما يكون فيها الوسادة الحامية بيناتهم. بالتنظير نحن لا، نحن نشيل بس القطع اللي طلعت ومنترك الباقي بمكانه، على أمل يصير في تليف وترجع تستعيد هي جزء من وظيفتها، مو كل وظيفتها أكيد، جزء من وظيفتها، وتساعد المريض أنه يعيش بحياته. إذا بنشوف أنه في لها ميزات، لها سلبية واحدة، بس هي السلبية حاليا بالعالم هي الاتجاه أنه لا، نحافظ على النسيج الغضروفي وما نستأصله إلا في حال الضرورة الشديدة.
طيب دكتور، بالنسبة لديسك الرقبة وديسك الظهر، ممكن تختلف طرق العلاج أو التقنيات نفسها ممكن تتبع؟ هلا الحقيقة لك، الديسك الرقبي طريقة التنظير ما لقيت شعبية كبيرة، لأنه أساسا نحن الجرح التنظيري أو الجرح المجهري، لأنه الديسك الرقبي دائما يجرى عن طريق المجهر، ما بيجرى بدون استخدام مجهر. الاثنين قريبين لبعض والاستشفاء واحد، وطريقة الدخول من طريق المنظار في العمود الرقبي هي بتحمل مخاطر معينة، فبالتالي ما لقيت الشعبية بالرغم من وجود هاي التقنية. طيب دكتور، كونه ذكرنا بالمقدمة انه هو ممكن يكون وراثي ويمكن يكون حسب طبيعة العمل والجهد للشخص اللي عم يبذله اثناء العمل، اليوم حضرتك من خلال خبرتك يعني شو اهم شيء المفروض نحن نتقيد فيه؟ وهل اليوم بعد الإصابة يعني قبل ما نروح لكان التنظير او الجراحة نحن عم نخضع لكورس ان كان علاجي عن طريق الأدوية عن طريق الإبر واحيانا للمعالجة الفيزيائية، يعني هدول ممكن ما يوصلونا للعمل الجراحي أو التنظيري أو حسب كمان أكيد حسب الحالة وتطورها؟ أول شيء لك أسباب وخروج المادة الغضروفية بدنا نعرف شغلتين، هاي فلسفة كتير ضروري الناس تفهمها وأي مريض حتى إجا لأننا نفهمها. جسم الإنسان هو مادة، وإن هاي المادة بتتعرض لضغوط سواء بالجهد بالشغل بالتعب بطريقة الوقفة بطريقة القعدة، عم تتعرض لضغوط. طبيعة هاي المادة نحن بناخدها من أهلنا كوراثة، طبيعة الضغوط اللي بنتعرض لها نحن بنكون صاحبين القرار فيها. يعني الإنسان إذا عنده بنية قوية، بديته قوية كوراثة من أهله، نسب الكولاجين مرتفعة، إذا بدنا نحكي علم ممكن نقول نمط أنواع ألياف الكولاجين ونمط أعدادها بالمساحة، ولكن اللي بدنا نختصره نقول بنية اللي ورثها من أهله إذا كانت قوية فهي بتتحمل ضغوط ووضعيات خاطئة أشد من غيرها. وجود أمراض تانية ممكن يساعد، مثل هشاشة العظام، مثل واحد عنده ربو بياخد كورتيزون مدة طويلة، فهذا الزلمة عنده هشاشة عظام وعنده إصابات رباطية شديدة بسبب استخدام الكورتيزون مدى طويل متوقع. في شغلات ما بنقدر نتحكم فيها هي العمر. أي مادة أو أي عضو بجسم الإنسان مع العمر بده تظهر عليه علامات الشيخوخة، ونفس الشيء النسيج الغضروفي او العظمي. لانه ليه؟ لانه هذا النسيج رح يفقد المي، رح الماء اللي موجود فيه، فرح يتعرض ل بنسميه بين قوسين نشفان او التجفاف مثل ما قلتي. وبنفس الوقت بده يفقد الاليه تبع التجديد، انه كولاجين تخرب نرجع نبني كولاجين جديد ونحافظ على المرونه تبعه. هذا الحكي كله بيؤدي لظهور هي الاصابات. دائما بالعلاج الهدف واحد، تحمي النسيج العصبي اللي محتويه العمود الفقري، نحميه من الأذيات لأنه لا يجدد ولا يصلح بعد الجراح بعد الإصابة. اثنين، نحافظ على حياة الإنسان بدون ألم وبدون إعاقة. فنحن أول شيء بنكون علاج محافظ مع علاج السبب. علاج السبب ما بيكون فقط بالعلاج الأدوية، نحن ممكن نحول لعلاج فيزيائي، لطريقة تمارين رياضية معينة، لا نحاول نعالج الإنسان. وهذا بيشمل أكثر من 95% من الحالات اللي بتنحل عن طريق الطريقة. بس ولكن مريض عنده آلام مزمنة شديدة معيقة لحياته، لا تستجيب للمسكنات، أو هو مضطر كل يوم يأخذ مسكن، هذا إنسان لازم نفكر في طريقة تانية لعلاجه. واحد، أو ندور إنه في سبب نحن ما عم نعالجه. اثنين، صاير عنده أذية عصبية، يعني مريض عنده هبوط قدم، القدم عنده ما عم تتحرك، فهون نحن نفكر وين الأذية الموجودة ولازم نحلها بسرعة قبل ما يتموت العصب بشكل نهائي، لأنه يعني بس ما تموت العصب حتى لو حلينا المشكلة ممكن ما يتحسن المريض. طيب دكتور، هون بدي اسالك، ممكن يظهر الديسك عند الشخص بدون الام؟ يعني اليوم كثير من الاشخاص ما بيعرفوا انه عندهم ديسك لانه ما عم تظهر الاعراض، ففي ديسك مؤلم وديسك لا؟ الحقيقه لك، انفتاق الماده الغضروفيه عبر المحفظه بده يساوي له الم. هلا قد يكون الم قطني فقط، ما ينتبه انه والله تشنجت، والله قاعده غلط فصار عندي هذا الموضوع، او شلت شغله ثقيله وجعني ظهري يومين ومشي الحال. صحيح. هلا لما بتلامس القطع الغضروفية اللي انفتقت العصب أو بتضغطه أو لدرجة معينة، الجسم بيعطيك الآلية الألمية لينبه أنه في مشكلة خطأ هون.
فنحن ممكن نصور الانسان مرنان ونلاقي فيه تبارزات او فيه فتوق نوالبية بسيطة خفيفة لمتوسطة بدون ما يحس الإنسان عليها، وهي لا تعالج. يعني مريض، ليش نحن بنقول القصة السريرية وربطها مع المريض؟ لأنه نحن ممكن المريض يكون عنده ألم بسبب بحصة كلوية وصايبه ألم بظهره، وأحد الأطباء طلب له مرنان وشاف فيه ديسك. إذا لم يكن هناك أعراض عصبية واضحة، هذا الإنسان لا يعالج هذا التشخيص تبع الديسك، لا، مندور على سبب ثاني، سواء كانت بالكلية ولا بالأحشاء المجاورة. بس الألم بأسفل الظهر هو شيء أساسي دكتور؟ بكل مرضى الديسك لا. أحيانا كثير بيجينا ألم، فقط ألم عصب وركي، والسبب بيكون وجود فتق نوالبية. وإذا مندقق بالقصة منلاقي إنه المريض وجع ظهره لمدة يوم أو يومين وراح بعدين، وبعدين تظهر الألم فقط بألم برجله. دكتور خلينا نحكي اليوم عن الأشخاص اللي عندهم أمراض. في أشخاص كتير عندهم أمراض بغض النظر عن التسميات، اليوم هم غير قادرين للجراحة، إن كان بالتنظير أو كان بالجراحة. شو هي أهم الأمراض اليوم اللي بتمنع الشخص أنه يدخل غرفة عمليات أو يكون تحت تقنية التنظير؟ الحقيقة لك أمراض اللي بتتعلق بموضوع القلبي والتخديري بشكل أساسي، وهي بتمنع الإنسان أنه يتعرض لهي الجراحات لأنه فيها خطورة عالية. اثنين، عندك الإجراءات، الأمراض الدموية اللي بتزيد من كمية النزف، هون كمان لازم ندير بالنا بشدة على هذا الموضوع. والأمراض الصدرية اللي ممكن تتفاقم بحال تعرض المريض للتخدير. هلا كون هاي الإجراء غير راض، يعني قدرنا نحن نقوم فيه تحت التخدير الموضعي، يعني ما نضطر لتخدير عام بالرغم من الإزعاج تبع المريض إنه وضعية المريض أثناء الجراحة بتزعجه، بس بالرغم من هيك في كتير مرضى عنا كانوا عندهم مشاكل تخديرية منعتنا من التخدير العام، فقمنا بإجراء هذا الموضوع تحت التخدير القطني اللي هي إبرة بالظهر اللي معظم الناس بتعرفها، أو بالتخدير الموضعي مع استخدام منوم لنوم المريض بدون إجراء تخدير عام. بالتالي كتير نسبة قليلة اللي حالة العامة للمريض أو الأمراض العامة للمريض اللي بتمنعنا من إجراء هذا الإجراء للمريض. صحيح دكتور، يعني يوم كمان بعض الناس بيعتمدوا على المرخيات العضلية، يعني أكيد هي ما بتعالج بشكل عام لكن ممكن تخفف من الألام، شو أهميتها؟ يعني الحقيقة لك المرخي العضلي بنستخدمه في حالات تشنج العضلي، حالات العادية بالفتق النوالبية بيكون في تشنج عضلي، بس هذا التشنج عضلي ردة فعل لفعل. ليش بيصير تشنج عضلي شديد؟ بيصير تشنج العضلي الشديد بسبب انه الجسم عم يحاول يمنع هالفقرتين يتحركوا مشان ما يزيدوا من كمية الانفتاق اللي خارج من المنطقة الغضروفية او من المسافة القرصية بسموها او الديسك. بتشنج محان مريض ما يتحرك حركة يزيد من الكمية او يزيد من ضغط القطعة الغضروفية على العصب، فهي آلية دفاعية. بس مثل كل آليات دفاعية تبع الجسم في بعض الحالات من شدتها ممكن تأذي المريض وتزيد من الأذية، فبالتالي نحن نستخدم المرخيات حتى نخفف منها، بس بنفس الوقت بنمنع المريض من الحركة ومنخليه يلتزم بالراحة بالسرير. دكتور اليوم هيك نسبيا مين أكثر الإصابة، النساء أو الرجال؟ هلا الحقيقة معظم الإصابات بتكون بالعنصر النسائي. ليش؟ لأنه المريض النساء أول شيء عندنا موضوع الحمل والولادة. صحيح. وكثير ناس ما بتعرف أنه أثناء الولادة في نوع من أنواع الهرمون اللي يفرز لتوسع الحوض، فهذا بيأثر على الأربطة وتمططها. الحمل بحد ذاته بيستهلك مخزون النساء من الفيتامينات والمعادن، وهن أكثر عرضة لهشاشة العظمية، بالتالي نحن بنشوف هاي الإصابات بشكل أشيع عند المتقدمين بالعمر من العنصر النسائي. هلا الديسك اللي موجود بشكل عند الشباب معظمه بيكون عند الذكور، لانه هن بيتعرضوا لاعمال شاقه ومجهده وحمل الاشياء الثقيله بنسب اكبر من النساء حتى الان. طيب دكتور شو نسبه نجاح استئصال الديسك بالتنظير؟ هلا هون الكلمه اللي لازم ندقق عليها، في كثير هذا السؤال بنساله. هلا نحن الشائع عند الناس لما بتقولي كلمة نسبة نجاح انه نحن بدنا نعمل العملية نستأصل الديسك نرجع مثل ما كنا وقت عمرنا 20 سنة. ما رح نرجع دكتور. هذا الحديث خطأ. نحن الديسك بالتنظير او اي عمل جراحي لاستئصال الديسك
هو الهدف منه تحرير العصب بدون أذيات للعصب، بدون اختلاطات تتعلق بالالتهاب أو تتعلق بالتخدير. إذا نسبة النجاح أنه نقوم باستئصال الغضروف المنفتق مع تحرير العصب بدون أذيات أو اختلاطات بتفوق 98%. هلأ الناس بتقلك إيه بس أنا عملت عملية ورجع عندي الديسك. هلأ نسب النسك أسباب النكس ونسبه بجسم الإنسان هي 30% أول 5 سنين، يعني تلت المرضى اللي عملوا عملية ديسك خلال أول 5 سنين ممكن يعانوا من انفتاق سواء جراحي أو لا، يعني ما شرط يعيد العملية بس هو بيرجع بيجي فتق مرة تانية، هنن التلت تقريبا. فهذا الحديث تبع نسب النجاح هي العلاقة بأنه نحن نقدر نستأصل القسم الغضروفي ونحرر العصب ونحل المشكلة اللي موجودة حاليا هي 98%، لحتى نحميه من النكس في تعليمات معينة وإجراءات معينة لازم يعملها لحتى ما يرجع يتعرض أو ينحط العمود الفقري تبعه بهذا الموقف مرة تانية ويصير في انفتاق غضروفي مرة تانية. دكتور ذكرت الفيتامينات، اليوم قديه مرتبطه اليوم نسبه الفيتامينات باجسامنا بالموضوع العصبي؟ ونحن بنشوف دائما من ضمن كورس العلاج فيتامين ب، قديه اليوم العلاقه بيناتهم؟ هلا حكي لك الفيتامين ب هو الاسطوره اللي موجوده ببلدنا، يعني نحن اسطوره يعني يعني بمجتمعنا نحن بتتفاجئي برا انه ما حدا بيستخدمه بهذه الطريقه. نحن عندنا استخدام عشوائي ومكثف بدون اي هدف. هلا وحتى نقلناها، يعني حتى هلا رفقاتنا باوروبا صاروا يتفاجئوا انه نحن بلشنا ننقل هي الثقافه تبعنا. الموضوع الفيتامين بي وبي 1 بي 6 بي 12 هو مغذي للعصب، إذا بدنا نبسط الموضوع، مغذي لغمض العصب، هو جزء يعني مادة يستخدمها الجسم لبناء غمض العصب الميلانين اللي بيغمد الألياف العصبية. كثير بيفيدنا بحالات نقصه بيعطي أعراض ولازم يتعوض. شو أعراضه اليوم لحتى؟ عندك الخدر والنمل، هذا كثير ضر شائع. اثنين ممكن يعطيني آلام ببعض الحالات، آلام عصبية على مسير الأعصاب اللي صاير فيها إصابة. اثنين ممكن يعطيني أعراض عصبية مركزية، يعني حتى مشاكل بالدماغ بسبب نقص البي 12، وإن كان نادر أنه نحن نوصل لهي النقطة، نادر جدا. مريض بيجيني بخدر وتنمير خفيف، ونحن حتى بهذا الزمان بهذا الوقت المريض بس ما حس بشوية تخدير بسيط بيكون راح أخذ كورس فيتامينات أعصاب عن طريق الصيدلي، وما عاد نشوف الأعراض تبع نقص البي 12 قليل كتير. أما أنا المشكلة أنه استخدام البي 12 لآلام الأوتار، يعني مريض عنده التهاب أوتار، تمزق بالعضلة، تمزق بالوتر بسبب حملة غلط، بسبب طريقة رياضية غلط، بسبب طبيعة شغل خاطئة، مثلا بيستخدم عضلاته بطريقة خاطئة صار في تمزق أوتار، فبالتالي بتلاقي استخدام فيتامين بي 12 لا ترميم العصب اللي هو سليم. هلا احيانا بمرضى الديسك في دراسات معينه بتصير فيها انه بتقول انه البي 12 او المركبات البي بتساهم بتسكين الالم، واحد. اثنين بتساهم بحمايه العصب من الضغط المزمن الشديد. نحن مع بس نحن ضد استخدام العشوائي المديد بدون هدف. طيب دكتور في اشخاص يعني انا بعرفهم بارض الواقع انه هم كل 6 شهور بدون وصف الطبيب وبدون بيروحوا بياخذوا 6 ابر عند الصيدلي انه هات كورس كامل، انه لسنه كامله ما بقى في وجع ظهر ما في وجع اعصاب. يعني هو نتيجه الفهم الخاطئ ابر الكورتيزون كثير بيساهم فيها كمان، حتى يعني بتلاقي باليوتيوب ما هو الفيتامين الساحر الخارق لتقوية العضلات والأعصاب، تدخلي تلاقي كاتمين على البي 1 وبي 6 وبي 12. نحن دائما بنقول أنه أنت إذا عم تستخدمي هذا الفيتامين لتغذية جسمك هو يحل بالماء، فبالتالي يطرد أثناء مع إفرازات الكلية والبول ويطرد الكميات الزائدة، بس نحن ما لازم نرهق الكلية فيه. صحيح. فمنشان هيك هو ما له خطر وحوافه الأمان أو هوامش الأمان له واسع، وهذا الشيء بيريحنا. بس ولكن استخدامه، نحن المشكلة عنا صار شماعة تعلق عليها كل الآمال،
يعني انت بدك تستخدميه لعلاج فتق نوالب بيها وبلشت الرجل يصير فيها شلل، نحن عم ناخذ بي 12، ما راح يحل المشكله. لا مانع ناخذ البي 12 وبي 1 وبي 6، بس ندور على الاسباب الثانيه والاليه اللي صار فيها المرض ونحاول نحلها، لانه بمعظمها بتكون اليات عظميه رباطيه بدها حل وليس فقط اذيه عصبيه. وهذا الشيء للاسف غير متواجد، وفيه افكار كثير مغلوطه وكثير تصرفات خاطئه احيانا عم تكون مؤذيه جدا للمريض. اكيد دكتور، الحقيقه يعني موضوع كثير مهم وبهمنا اليوم. مثل ما قلنا اليوم نسبه الشباب للاسف صاروا معرضين للاصابه اكثر من الاعمار الكبيره، ومثل ما قلت بسبب استخدامات خاطئه بحياتنا اليوميه. بدنا نشكر حضورك لليوم وشكرا لكل المعلومات اللي قدمتها، والصحه والسلامه لكل حدا عم يشوفنا. اكيد شكرا كثير لك دكتور ولكل المعلومات اللي افدتنا فيها.